مرحبا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. نعود إليكم من جديد ونشرية جوية هامة لوصول اضطراب نشيط سيخص المناطق والولايات الغربية الوسطى والشرقية، وهذا اليوم الخميس 3 من شهر أكتوبر 2024. متابعينا الكرام، الاضطراب سيميز المناطق الغربية ثم الوسطى والشرقية، منها كل الولايات الساحلية الشرقية الوسطى وأيضا الغربية إلى غاية الأوراس إن شاء الله. إذن صباحة يوم الخميس سنذكركم متابعينا بالولايات والمناطق المعنية، ونذكركم متابعينا الكرام أن في أواخر هذا الفيديو ستجدون فيديو تفصيلي للولايات والمناطق المعنية وأيضا آخر التحديثات عبر قناتنا الثانية. إذا متابعينا، أمطار مرتقبة على مستغانم ولاية شلف وأيضا تنس وأيضا شلف وتيبازا، جزائر العاصمة تيبازا وبومرداس وتيزي وز، وأيضا البوليدة والبويرة المدية عين الدفلة خمس منيانة تسم سيلت. الأمطار ستخص خلال الفترة المسائية مناطق البويرة، برج بوعريج، ولاية سطيف، ميلا، قسنطينة، قلمة، سقراس، أم البواقي، شمال باتنا، شمال تبسة، وشمال ولاية خنشلة، وأيضا شمال المسيلة، وشمال ولاية الجلفة إن شاء الله. الأمطار ستميز خلال الفترة الليلية مناطق الطارف، عنابة، سكيكدا، جيج، البجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة إلى غاية تيبازا. ستبقى تخص هذه الولايات إلى غاية الفترة الليلية. سحب كثيفة ستميز كل المناطق الشمالية سواء الغربية الوسطى والشرقية، شمال الصحراء والواحات والأوراس، مع هبوب رياح قوية على المناطق الغربية الوسطى والشرقية قد تتجاوز 55 كيلومتر في الساعة. الرياح ستكون أكثر قوة كلما اتجهنا أقصى الشرق الجزائري، خاصة الطرف وعنابة وسكيكدا، وتخص أيضا الجلفة والمسيلة وبسكرة وولد جلال. تحية طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.